الحكم طبعا اشهر قرار، وما زلنا متواصلين معكم متابعينا الكرام في رده الفعل الاوليه. معنا الكابتن بدر النخلي لاعب نادي الاتحاد. نرحب فيك بدر، نقول لكم هارد لك لانه انتم كنتم تبحثون عن 3 نقاط في المسيره المهمه لكم اليوم. سجلتوا جول وكنتم مسيطرين على مجريات المباراه في الشوط الاول الى اخر تقريبا 10 دقائق. الفيصلي تمكن من استحواذ المباراه. الشوط الثاني الفيصلي كان افضل وسجل فيها ايضا هدف تقدم للاتحاد. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اقول الحمد لله على كل حال. اتوقع الكل شاهد نادي الاتحاد في الشوط الاول، قدمنا كره جميله، كان نادي الفيصلي متراجع قليلا، قدمنا اللي علينا، حاولنا، بس الحمد لله يعني نقول ان شاء الله باقي لنا مباراه، ان شاء الله نطلع ب3 نقاط باذن الله. اصابه ياسين سوت لخبطه فنيه داخل الملعب؟ لا والله بالعكس، في شو اسمه عبد الرحمن الريو ما قصر، الله يعطيه العافيه على المباراه، رغم انه يعني قاطع عن مباريات كثيره، يعطيه العافيه ما قصر اليوم. اليوم عمر حمزي ما شاء الله جري في الملعب. ما يحتاج، عمر حمزي كابتن كبير ولاعب معروف يعني ما يحتاج، الحمد لله يعني على كل حال. لما شفتوا الهدف شاشه الملعب اللي ما احتسب الاخير، رده الفعل كيف كان؟ لا والله بالعكس يعني رده الفعل اكيد يعني حتى الجمهور شاهد الهدف يعني واضحه، بس الحمد لله. يلا الحمد لله نقول. خفف عليكم الضغط ان الجمهور شاف معكم في الملعب؟ لا بالعكس استاذ رياض، يعني ان شاء الله نقول المباراه الجايه يعني خلاص هذه المباراه ننساها بخير وشره، ان شاء الله المباراه الجايه ان شاء الله نعوض باذن الله. كيف تحضيركم للمباراه القادمه امام الفتح، فريقك السابق بعد الفتح؟ اكيد ما يحتاج يعني تحضيرنا زي اي مباراه يعني في الدوري، يعني باقي لنا اخر مباراه ان شاء الله ننهيها بفوز باذن الله، ان شاء الله باذن الله. يعطيك العافيه كابتن مشرف. الله يخليك. شكرا للكابتن بدر النخلي لاعب نادي الاتحاد. ما زلنا متواصلين في التغطيه الميدانيه واخذ رده الفعل من اللاعبين.